السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم مع حضراتكم علاء السعيد، استاذ دكتور علم الطحالب بجامعه الاسكندريه ومعار حاليا الى جامعه القصيم. بنتكلم النهارده في الفيديو ده على البكتيريا. احنا خلصنا المقدمه بتاعه الحياه الدقيقه والفيروسات، بنتكلم على البكتيريا. بنهايه هذه الوحده الاولى، الوحده الخاصه بالبكتيريا، بنبقى قادرين على تعداد صفات البكتيريا بتتصف بايه، توصيف وتركيب الخليه البكتيريه، تفسير منحنى النمو البكتيري، يبقى بنشوف النمو وهنشوف المنحنى، تفسير المنحنى ده، ثم بنتكلم على طرق تغذية وتكاثر البكتيريا، ثم تعداد الأضرار والفوائد البكتيرية، ثم إكمال البيانات على أي رسم في هذه الوحدة. هذه الوحدة لن تكون في فيديو واحد، لكن بنقسمها على عدة فيديوهات، وبنبدأ على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم. البداية بتاعتنا مملكة البدائيات. ليه؟ لأن لو نفتكر أول فيديو كان خاص بالتقسيم، قلنا الكائنات الحيه بتتقسم الى بدائيات وحقيقيات النواه، وقلنا ان في فوق مملكه حقيقيات النواه من ضمنها البكتيريا والبكتيريا الحقيقيه واشباه البكتيريا. بنتكلم ان مملكه بدائيات النواه اللي هي بتتميز ان ماده الوراثه بتاعتها غير محاطه بغشاء نووي، وهذه المملكه البدائيات دي بتضم مين؟ بتضم البكتيريا بالاضافه الى الطحالب الخضراء المزرقه بالشكل ده، وعشان كده ساعات بيسموها الطحالب البكتيريه او السيانوبكتيريا ايا كان، لانها بتشبه البكتيريا في اشياء كثيره جدا، حتى غير الموضوع بدائيه النواه ان الجدار بتاعها بيكون فيه ماده البيبتيدوجلايكان المميزه للبكتيريا. طيب هي بسيطه التركيب وغالبا ما تكون وحيده الخليه، بنقول غالبا يعني مش دايما، يعني ممكن يبقى فيها اشكال ثانيه، نعم. والخليه بتقوم بكل الوظائف وبتحتوي على ماده دي ان ايه غير محاطه، يعني دي ايه ان هنا ونروح نعمل كده اهي، غير، كلمة غير دي مهمة جدا يا جماعة، الغير اهو اهو، غير محاطة بغشاء نووي، ده مهم جدا، ده مهم جدا، هو ده اللي خلاها غير حقيقية النواة او بدائية النواة. جميل. المادة بتكون، مادة الوراثة بتكون موجودة في نص او في منتصف السيتوبلازم، ونظرا لان الخلية غير حقيقية فبالتالي لا تحتوي، لا برضو دي اهي، لا اهي، لا تحتوي على ايه؟ عضيات اللي هي ذات اغشيه ثنائيه زي البلاستيدا او شبكه اندوبلازميه الى اخره. العضيات دي اللي هي تكون الاغشيه بتاعتها شبه الغشاء النووي او شبه الغشاء البلازمي، عباره عن طبقتين من الفوسفوليبيدز الى اخره، ده ما بيكونش موجود هنا في بدائيات النواه. بعض العلماء زي مولر مثلا كان اول من قسم وقام بالتسميه، حتى بعض التسميات لسه بتستخدم زي كلمه فيبري او باسيلس، ثم تبعها علماء اخرين واشتركوا في اشياء كثيره. لكن كان من اشهرهم الحقيقه لويس باستير، العالم الفرنسي الشهير اللي هو بيعد المؤسس الاول لعلم الميكروبيولوجي. ليه؟ لانه كان ليه اسهامات الحقيقه كثيره جدا، يعني من ضمنها ان في طريقه للتعقيم اللي هي التخلص من البكتيريا وجراثيمها اللي تسمى البسطره بتفصيلاتها، يعني مش موضوعنا حاليا لكن بيتكلم عنها، ودي تسميت بناء الى اسمه ده، بالاضافه ان هو اكتشف الفيروس المسبب لمرض الكلب، وكان بعد كده جه بعد منه روبرت جوخ، وده علم كبير جدا الحقيقه، اكتشف علاج لمرضى الجمره الخبيثه، واستطاع تصوير وتثبيت وزراعه البكتيريا الى اخره. المهم كان ليه اسهام كبير جدا في الفرع المسمى الميكروبيولوجيا الطبيه، وعمل حاجه ما تعرف به مسلمات جوخ، اللي هي الاساسيات اللي اي حد بيشتغل في الميكروبيولوجي الخاص بالطب او فرع الطب لازم بيعملها. نمره واحد انه بيبحث عن، يبقى رقم واحد اهو، بيبحث عن الكائن المسبب للمرض واثبات عدم وجوده في الكائنات السليمه. الله، ايه ده؟ ليه بقى؟ ما هو اذا افترض ان الميكروب ده هو اللي بيسبب المرض، يبقى شيء طبيعي بالمسلمه كده ان مش موجود في الشخص السليم. فلو جه حلل الشخص السليم ولقى الفيروس ده موجود او الكائن او الميكروب ده موجود، معناها لا، يبقى في حاجه مش مشكله، يبقى مش هو ده اللي بيسبب المرض. نمره اثنين، بيبتدي يعزل هذا الميكروب اللي هو قال ان هو بيسبب المرض ويبتدي يزرعه في مزرعه نقيه. ليه؟ عشان يعمل رقم ثلاثة اللي هي ايه؟ يبتدي يتسبب في المرض ده لبعض الحيوانات التجارب خلاص بالميكروب اللي هو بيعتقد ان هو مسبب للمرض، فالوضع الطبيعي ان هيلاقي الحيوانات دي اصيبت بالمرض اللي هو بيدعي العالم ده ان الفيروس ده او الميكروب ده هو السبب فيه.
اتأكد من الموضوع ده، ساعتها بقى ممكن يبتدي يعزل الميكروب بقى من الحيوانات اللي أصيبت بالمرض، ويبتدي بقى هيشتغل عليها أيا كان الشغل اللي هيشتغله عليه. خلاص، الميكروبيولوجيا الحقيقة أو الكائنات الدقيقة أو كده تم تقسيمها وفقا للمجالات اللي بنشتغل فيها. إزاي؟ فبنلاقي عندنا الميكروبيولوجيا التربة، إذا كنا بنشتغل على الكائنات الدقيقة اللي موجودة في التربة أو اللي موجودة في الهواء أو اللي موجودة في المية، خلاص، أو اللي موجودة في الغذاء. يبقى إذا هنشتغل على الفيروسات أو البكتيريا أو الفطريات في التربة أو الهواء أو المية، دي الفروع بتاعتها. طب نلاقي كمان فين؟ في الألبان، هنلاقي في الخمائر، هنلاقي في الزراعة، الميكروبيولوجيا الخاصة بالحاجات الزراعية أو الحاجات الصناعية، المنتجات الصناعية أو الطبية. يبقى إذا دي الفروع وفقا للتطبيق بتاع فرع أو علم الميكروبيولوجي. لكن الحقيقة تم تقسيمها أيضا بناء على الكائن، طبيعة الكائن اللي هندرسها. يعني إيه؟ فنفرض ان في واحد هيشتغل على ميكروبيولوجيا صناعيه او الالبان او الغذاء، هيشتغل فيها ايه؟ هل هيشتغل على الكائنات الدقيقه من حيث البيئه بتاعتها؟ ولا الفسيولوجي وظائف اعضائها؟ ولا الوراثه بتاعتها؟ وهكذا. يعني ممكن واحد يشتغل على ميكروبيولوجيا الالبان بس يبقى بتاع بيئه بس، او بتاع فسيولوجي بس، او بتاع وراثتها بس، وهكذا. يبقى التقسيم ده وفقا لدراسه الكائن، وده طبيعه الدراسه. بنيجي بنتكلم بقى على الصفات العامة للبكتيريا زي ما اتكلمنا على الصفات العامة للفيروسات. أولًا بنقول إن أبعادها دقيقة جدًا وتقاس بوحدة الميكرو، لأنها صغيرة، يعني ما تتقاس بالسنتيمتر ولا بالمتر، لا. ولذا لا تراه بالعين المجردة، أمال محتاجة إيه؟ مجهر ضوئي زي ما إحنا كنا قلنا في المحاضرة السابقة أو في الفيديو السابق. خلاص؟ طيب، وقلنا إن البكتيريا والطحالب الخضراء من بدايات النواة، ده شيء معروف، ومادة الوراثة غير محاطة بغشاء النواة، وبالتالي بقى ليس لها عضيات. نيجي هنا بقى، غالبًا بنقول غالبًا ليه؟ لأن هنلاقي فيه استثناء للقاعدة. غير ذاتية، غير ذاتية دي بقى فبالتالي بتكون إيه؟ فبالتالي بتكون إما متطفلة أو متكافلة أو مترممة. المتطفلة يا جماعة الخير معناها إن بتعيش على كائن حي وتسبب له مرض، بتاخد منه الغذاء بتاعها، او بتعيش على كائن حي وتتبادل معه المنفعه، او بتعيش على كائن ميت او مواد عضويه ميته او بقايا الكائنات الحيه عشان تترمم عليها، يعني تحللها وتحصل على غذاء. يبقى اذا غير ذاتيه التغذيه ممكن تكون متطفله او متكافله او مترممه. المتطفله قلنا ممكن تكون متطفله اجباريا او متطفله اختياريا. قلنا اجباريا زي ايه؟ اللي هي تبتدي ما تقدرش تعيش غير داخل العائل بتاعها، اما اذا كانت اختياريا فلو ما لقيتش العائل فتقدر انها تعيش على شيء اخر. طيب، ده بنقول هنا غالبا. ليه بقى؟ عشان بنيجي نقول هنا ولكن بعض انواعها، يبقى في استثناء اهو. مالها بتعمل ايه بعض انواعها دي؟ مالها بقى؟ بعض انواعها اهو تحتوي على سيتوبلازم، فالسيتوبلازم على اصباغ، وبالتالي تقدر تعمل عمليه البناء الضوئي، وبعضها بيعيش برضو على ذات التغذيه ان هو يعمل كيميائيا. يبقى يا اما بتبني غذائها كيميائيا او ضوئيا، تبقى دي ذاتيه التغذيه، وغير ذاتيه بالثلاث طرق بالشكل ده. نمره خمسه، بنلاقي ان معظم انواع البكتيريا مالها بيكون في بعضها مش بتتحرك، ما بتتحركش. طب والبعض الاخر متحرك، بس بتتحرك عن طريق بتتحرك اما عن طريق الانزلاق بمساعده ماده جيلاتينيه، أو بتتحرك عن طريق الأصوات. يبقى في طريقتين أو وسيلتين للحركة في البكتيريا، إما عن طريق الانزلاق بمساعدة مادة جيلاتينية، أو عن طريق الأصوات اللي تخرج من الخلية. بعض أنواعها إذا اعتبرنا أن الطحالب الخضراء الزرقاء نوع من أنواع البكتيريا فتستطيع تثبيت النيتروجين الجوي، ودي صفة مهمة جدا. أيوه، ليه؟ لأن كثير من النباتات تحتاج النيتروجين كمواد أزوتية أو نيتروجينية، وما تقدرش إنها تعمل العملية دي. فساعتها بنحط البكتيريا او الطحالب الخضراء المزروقه في التربه معاها، اللي هي بتكون معاها عقد جذريه داخل الجذر بتاعها، بحيث ان تعيش عيشه تكافليه. فاذا الطحالب الخضراء المزروقه تستطيع تثبيت النيتروجين ده الجوي، وتحوله لمركبات نيتروجينيه تديها للنبات، وتاخد من النبات الغذاء بتاعها، كانه تبادل منفعه يعني. اشكال البكتيريا متعدده ومتنوعه زي ما احنا شايفين، ان هي ممكن تكون كرويه او عصويه الى اخره، يعني لها اشكال عده زي ما هنشوف، او خيطيه. نيجي لتركيب الخليه بقى. تركيب النموذجي للخليه البكتيريا برضه ده تركيب مبسط للغايه. فبنلاقي ان في زوائد بطريقتين، اما اهداب اللي هي الزوائد الصغيره دي، او الاصوات اللي هي بتبقى طويله جدا يكاد تعادل طول الخليه او اكتر منها شويه. بنلاقي في المنتصف المنطقه دي، المنطقه اهي اللي هي في نص الخليه، المنطقه دي
بدون وجود جدار المنطقة دي بتحتوي على مين؟ على مادة الوراثة. أهي يا جماعة أهي بيحتوي على مادة الوراثة اللي في النص، بس هنشيل بقى اللي احنا عملناه ده أهو، يبقى دي مادة الوراثة اللي هو ده الخيط الوراثي أهو. طيب نيجي نلاقي فيه كور صغيرة كده اللي هي البني اللي احنا شايفينها دي، أهي أهي دي عبارة عن الريبوسومات. طب نيجي بقى لتركيب الجدار، الحقيقة ثلاث طبقات، الطبقة الخارجية منه اللي هي الطبقة دي أهي اللي هي الفتحة أوي دي، دي الكبسولة أو العلبة. ثم هنيجي نلاقي طبقة تانية أهي، الطبقة التانية اللي هي الطبقة دي أهي، ده اللي هو الجدار. ثم الطبقة الداخلية في الآخر خالص اللي لونها برتقاني أو مصفر شوية اللي هي دي، دي عبارة عن الغشاء. يبقى إحنا عندنا في الكبسولة أو العلبة في عندنا جدار وفي عندنا الغشاء، تلات طبقات متتالية أهم واضحين هنا، تلات طبقات، أدي واحدة أدي التانية أدي التالتة. نيجي ننتقل لجزء آخر، هي دي الأشكال بتاعتها بالشكل ده يا جماعة، أدي الحلزونية أدي العصوية، يعني لو بصينا كده للخلية نلاقيها إن هي عاملة إيه زي الروت شيب أهو، زي العصاية أهي أهي بالشكل ده. طب وهنا لا كروية عاملة زي الكورة أهو بالشكل ده. يبقى دي، وفي طبعا أشكال تانية كثيرة. نيجي بقى لتقسيم وتصنيف البكتيريا، دي كانها مقدمة تاريخية الحقيقة بنعدي عليها بس بسرعة، بنقول إنها كانت محاولات كثيرة لتقسيم البكتيريا، وطبعا السبب إيه؟ يعني ليه كانوا؟ لأنها مهمة سواء لأثرها السلبية أو الإيجابية. وبنلاقي إن في نظامين أساسيين للتصنيف، نظام تقليدي ده بيعتمد على إيه؟ بيعتمد إن هذا النظام على شكل وتركيب النبات الخارجي والداخلي فقط، فبالتالي ما بيشوفش العلاقة ما بين المجاميع، حاجة بسيطة يعني. اما النظام الطبيعي ده نظام مبني على السلم المتطور للنبات من حيث ايه؟ اوجه التشابه، اوجه الاختلاف ما بين المجاميع. خلاص؟ وبيتكرر الكلام ده كله، زائد ان هو تم الاقتراح في الاخر الى التصنيف الى خمس ممالك، طبعا ده احنا اتكلمنا عنه في المقدمه، كان ما فيش غير مملكه النبات والحيوان في الاول، واضيف اليهم ثلاث ممالك اخرين عشان بقوا خمس ممالك، وده احنا اتكلمنا عنه قبل كده. طيب. بنلاقي بعد كده بقى ايه؟ اسس التصنيف بتاعه البكتيريا. يعني ايه الصفات اللي احنا بنستخدمها عشان نصنف البكتيريا؟ فبنلاقي بتصنف، بيتم تصنيف البكتيريا وفقا لإما بنلاقي شكل الخليه، شكل تجمع الخلايا، خلي بالنا هعيد على دي تاني، شكل الخليه. في فرق بين الاثنين؟ ايوه هنشوف دلوقتي حالا. الاستجابه لصبغه جرام، اسلوب وطريقه التغذيه، نواتج التحولات الغذائيه دي، وفي طبعا بجانب الاصفات اخرى زي وجود الاصوات اذا كانت موجوده ولا لا، وازاي بتتوزع حوالين الخليه. يبقى دي كلها عباره عن صفات بنعتمد عليها في عمليه تصنيف البكتيريا. بجانب شيء مهم جدا الحقيقه احنا اتكلمنا عنه قبل كده في تصنيف كل الكائنات الحيه، هو التحليل الكيميائي للدي ان ايه فيما يعرف بالتصنيف الكيميائي اللي هو زي البصمه الوراثيه، زي البصمه الوراثيه. طيب عشان كده لما بيجي نتكلم على البكتيريا وعايزين نشوفها نعمل ايه؟ ده هيبقى في موضوعنا القادم ان شاء الله عند صبغ البكتيريا وازاي بنتعامل معاها. الى هنا نتوقف في على هذا العنوان صبغ البكتيريا، ونلتقي على خير ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله. ان كنت احسنت فمن الله، وان كنت اسات او اخطات او نسيت فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونلتقي على خير في فيديو قادم بإذن الله من فيديوهات تبسيط العلوم. أترككم في رعاية الله وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.